حسب ترم فيها زباله تطلع القرف كله على الشارع والناس هي المتضرره. يعني انت اديك شايف شكل الترعه دي اساسها كان ايه؟ الترعه دي اساسها كانت الاول شغاله والاهالي ردموها ساعه الثوره، وكانت هنا كلها من الاهالي منظفينها، وكل مثلا قهوه هنا قدامها منظفه وحاطه زرع والكلام ده. فجم بعديها الحيره وشايلين الزرع وفاحتين الترعه تاني، قالوا يعملوا مشروع مترو، واشتغلوا فيها بتاع حوالي شهرين، وفضلوا موقفين الشارع ومعطلين الشارع على الاخر. وبعد كده راحوا واخدين المعدات بتاعتهم كلها ومشوا، وزي ما انت شايف ايه الترعه كلها مطلعه قرف والناس بترمي فيها زباله. لا في اسفلت ولا في طرق ولا في ميه حلوه، والميه اتخلطت بالمجاري، ردموا الترعه ورجعوا فحطوها تاني ماشي. وزي ما انت شايف ميه المجاري ومنتنه، تعالى بالليل بقى اتفرج على الناموس وعلى الريحه المنتنه. قفلوها وسدوها من هناك وسدوها من قدام، وجم ردموها كلها معايا انت، نصها مردوم قدام. لو انت مشيت بالظبط قبل محطه مترو فيصل هتلاقي اللي المحطه الثانيه، مفيش 100 متر هتلاقي نصها مسدود. المايه جايه منين؟ المجاري. يعني المنطقه كلها بترمي الصرف في لا على الوش، مش العمارات، العشش، لان كلها اغلبيتها في حاجات متاخده وضع يد. رحنا قدمنا شكوى في المحافظه 50,000 مره ان حد يسال فيهم، مفيش اي حد ولا حد استجاب لاي حاجه، وكلها اهمال زي ما انت شايف الشارع من اوله لاخره. ونطلب ان احنا يتطور المنطقه، المنطقه استراتيجيه ومنطقه كويسه جدا، وخريج منها مهندسين ودكاتره وظباط، بس للاسف مفيش اهتمام. ايام ما كان في مجالس محليه كانوا بيهتموا بيها شويه. طب بالنسبه لاعضاء مجلس الشعب مفيش حد بيبص؟ مفيش عوانطه. مبتدا دوت كوم.